الحركات الصهيونية الصليبية بدأت بحربها على الإسلام باتهامه بالإرهاب، واليوم أخذت منحى آخر بتقديم الصوفية وأنها هي الإسلام المعتدل والبديل الأمثل. فلماذا الصوفية؟ من يقرأ عن الاستعمار والاحتلال يعرف لماذا قدموا الصوفية. الصوفية فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة، أخذت اسمها من الصوف، فهم يعتقدون الإنسان إذا لبس صوف وأذل نفسه فهو يكون أقرب إلى الله تعالى، وهذه بدعة منكرة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ما يتيسر له، وقد يلبس أجمل الحلل، ولم يخص الصوف بشيء معين. الصوفية أقسام كثيرة وطوائف عديدة، كل طائفة تسمي نفسها باسم مخترعها، منها القادرية والرفاعية والنقشبندية، والكثير منها بالتوارث يتبركون بحفيد المؤسس للطائفة ويعطونه الأموال حتى لو كان من أفسق الناس. التصوف عموما درجات، فمنه تصوف يشمل على بدع، ومنه تصوف يشمل على عقائد منحرفة لكنها لا تخرج من الملة، ومنه تصوف يشمل على الزندقة ويخرج من الملة. أدنى درجات تصوف البدعة، ووسطه الضلالة، وأبعده الزندقة والشرك. من أمثلة التصوف بالبدع الأذكار والصلوات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وصار ذكر الله تعالى صياح ولعب وزعيق كزعيق المجانين. ومنهم من أوغل في الضلالة حتى قال بوحدة الوجود، وهؤلاء أشد كفر من اليهود والنصارى، وبين هذين النوعين ظلمات بعضها فوق بعض. أما موقف الصوفية من الكتاب والسنة، فمنهم من يؤمن بالكتاب والأحاديث الصحيحة لكن يؤولونها تأويل باطل. والقسم الثاني يقصرون العلم على ما يسمونه بالكشف، يزعمون أن المسلم إذا جرد نفسه من الشهوات وأذاقها مرارة الحرمان قذف في قلبه نور الحكمة التي تقوده إلى الهدى، وأن لم يطلب علم الكتاب والسنة، ولهذا فهم لا يطلبون العلم، نعوذ بالله من الضلال. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، وهذا يدل على مقدار جهلهم وتلبيس إبليس عليهم. يقول ابن تيمية رحمه الله بل كثير من الصوفية يكرهون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من أبعد الناس على الجهاد بل يعاونون أعداءه. الحرب على السنة بتمكين متصوفة هي حرب خاسرة، لأن التصوف دروشة أهله لا يقيمون دنيا ولا ينصرون دين.